أهلا وسهلا بحضراتكم، وموسم جديد من الحق المبين. تركناكم الموسم الماضي بحوالي 22 حلقة، 22 جولة أو 22 إبحارة أو 22 اشتباك مع جماعات التطرف، جماعات الإسلام السياسي، مع المفاهيم والعقائد، المقولات الكبرى، الوقائع، الدم، القتل، الفتاوى المغلوطة، لي عنق آيات الكتاب الكريم، سوء تفسير الأحاديث النبوية الشريفة، الاصطدام بكل ما أوتوا من جهل مع الشرع الشريف. في هذا الموسم الجديد إبحار جديد واشتباكات جديدة مع الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، نخوضها سويا في هذا المعترك الصعب الذي لا يجوز التقهقر عنه أو التخاذل عنه أو تركه أو اعتبار أنه هو جرح واندمل أو مشكلة قابلة للتعايش معها. الإخوان أو السلفيين أو أيا كان المسمى الفكري العقائدي لهذه الفرق جميعا تتخلل بيوتنا وعائلتنا وأصدقائنا، ما لم يكن بالانتماء المباشر فبالتأثر بهذه الأفكار وهذه المعتقدات وهذا النسق العام اللي دخل كالفيروس في أجسام وعقول كثير من المصريين وكثير من الأمة الإسلامية التي تعاني تحت وطأة هذا الشغب منذ قرابة القرن. دكتور أسامة الأزهري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. بعد التحية والترحيب وأن حضرتك وحشتنا. ربنا يخليك. السؤال الضروري هنا، أو يعني خليني أهدم جدار الوهم أو الجدار الرابع، يفترض أن أنا أكون عارف إحنا هنقول إيه، ولكن خليني أسأل السؤال بصورة ربما تكون فجة شوية. لماذا المزيد من حلقات الحق المبين؟ عظيم. ما الذي في جعبتك جديد هتقوله؟ ولا احنا هنقعد نكتر نفس الكلام ونلف حوالين نفسنا في دوائر مفرغة؟ عظيم. طيب، أولا سيادتك وحشتنا طبعا، ربنا يخليها. وثانيا السادة المشاهدين وحشونا، وثالثا السؤال أبدا ليس فجا بل سؤال في منتهى الأهمية، ويعني لك مني خالص الاحترام والإجلال والتقدير والتحية، لأنه سيادتك في نظري المعبر والمحامي والموصل لما يدور في عقل المشاهد الكريم مما يوجب التوقف عنده والإصغاء إلى السؤال الذي ربما يدور في ذهن المشاهد أو يمر على خاطره. طبعا السؤال في غاية الأهمية، ليه موسم تاني من الحق المبين؟ هل ما زال هناك ما يمكن أن يقال؟ هل ما زال هناك ما يمكن أن يقال وهو بالأهمية بحيث نفرد له يعني موسم جديد من البرنامج؟ ألم يكن الموسم الأول كافيا في الإلمام بكل ما يمكن أن يقال من نقد للأطروحة الإخوانية أو أطروحة تيارات التطرف من الإخوان إلى داعش مع الرموز والتيارات السلفية المكملة لهذا الفكر؟ والحقيقة إنه لا، بمنتهى الموضوعية وبمنتهى النقد العلمي النزيه والتفكير المنهجي، بقي معنا عدد كبير من القضايا التي أثارها الفكر الإخواني والفكر السلفي والتي أثارتها تيارات التطرف، ما زال في الجعبة الكثير من الارتباك الهائل والعدوان الكبير على علوم الشريعة وعلى النصوص الشريفة وعلى منهجية الفهم. يعني ما زال بين أيدينا عدد كبير من القضايا، لم نتعرض بعد لدور المنامات والرؤى في صناعة تلك التيارات مما يعيبونه هم على أهل للتصوف، مما ينبغي أن يوضع أصلا في ميزان أن الرؤية أصلا ليست لها حجية، ليست حجة، إنما قامت هذه التيارات على سبيل المثال عبر التاريخ في توظيف الرؤى والمنامات، آخرها أن النبي ظهر في المكان الفلاني أو أنه أيد فلان على فلان. هذه قضية هذا بند حضرتك ستفرد له حلقة كاملة نرصد فيها اعتماد هذه التيارات على الرؤى والمنامات وشدة إنكارهم على الرؤى والمنامات على غيرهم، والعدول إلى هذا النوع من تهييج الوجدان ومخاطبة الوجدان للتغطية على الفجوة الهائلة والفادحة من الخلل العلمي والمنهجي في الأطروحة التي تقال. دكتور أسامة، هل حضرتك هنا وأنت تفند هذه التيارات أو تشتبك معها، الاشتباك الأول من خلال كتاب الحق المبين اللي البرنامج على اسمه، والمفروض إحنا ماشيين على فهرسه ثم على حواشيه ثم القضايا المتخمة أو المحيطة به؟ نعم. هل هذا موقف شخصي من جماعات الإسلام السياسي،
ولا هي المسألة أكبر من كده، مسألة شريعة كاملة أسيء فهمها وأسيء تقديمها وأسيء استخدامها؟ طيب، هو يعني الحقيقة القضية ليس فيها أي شخصنة، المنهج العلمي وفوق كل ذلك الهدي النبوي الشريف ونسق القرآن الكريم علمنا نكران الذات، وعلمنا التجرد، وعلمنا عدم الشخصنة. ولذلك أنا كم كررت في الموسم الأول وما زلت أكرر، هذا البرنامج ليس محاكمة للأشخاص. الأشخاص يا جماعة الخير، يا أيها السادة المشاهدون، الأشخاص أفضوا إلى ربهم، أفضوا إلى ما قدموا، وهم بين يدي الحكم العدل الذي يجازيهم على ما قدموا من عمل أحسنوا فيه أو أساءوا. ليس أنا المنوط به محاسبة الأشخاص، الأشخاص يحاسبهم رب العالمين، والأشخاص ماتوا ومضوا، لكن الباقي بين أيدينا هو الأفكار، المناهج، بغض النظر عمن قال بها. لو أنني القائل بهذه الفكرة فأنا مخطئ، لأن هذا المنهج في التفكير غلط. لو هذه الأفكار التي نحاكمها الآن قال بها عبد الحليم محمود أو محمد متولي الشعراوي أو الشيخ محمود شلتوت فهي خطأ أيضا، لأن الفكرة في ذاتها خطأ. ولو أن هذه ولو أن محمد متولي الشعراوي قال بنفس الفكرة فهو مخطئ. ولو أن حسن البنا خرج على الناس بمنهج علمي نزيه ورصين ومطابق لمقصود الشريعة لكان فوق الرؤوس، لكنه خلط الأصول بالفروع وتبنى فكر التكفير وخرج على الناس بهذا العمل الحركي الذي يعني أثار الأعاصير والعواصف ودمر الدنيا. إذن القضية ليست لها أي علاقة بالأشخاص. كنت أقول الرؤى والمنامات تستحق حلقة، السرقات العلمية تستحق حلقة، فكرة التمكين تستحق حلقة، فكرة الخلافة تستحق حلقة، بل اثنين بل ثلاثة. ما زال عندنا في الجعبة كثير من القضايا. من أهم ما يشتمل عليه الموسم الثاني كذلك قضية الإلحاد، لنا معها شوط طويل، بل غالب الموسم الثاني في الإلحاد، دوافعه وأسبابه ومنطلقاته ونظرياته وشرائح الملحدين واستعراض للأطروحات الكبرى المتعلقة بالإلحاد والصلة المتضادة بينها وبين التطرف الديني. بجوار القضايا هناك باب مهم ينبغي أن يطلع عليه المشاهدون الكرام من المصريين ومن غير المصريين، أننا سنقدم في هذا الموسم الثاني قراءة نقدية لعدد مهول وكبير من المذكرات التي كتبها رموز الإخوان ورموز تيارات التطرف، بدءا من مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا، ومرورا بمذكرات يوسف ندى ومذكرات محمود الصباغ ومذكرات علي العشماوي، وصولا إلى مذكرات الأستاذ محمد السيد حبيب، مذكرات عبد العزيز كامل، مذكرات عدد كم مهول من كتب المذكرات التي يدون فيها رموز الإخوان من التنظيم الخاص وغيره رؤيتهم للأحداث، وكم في تلك المذكرات من إطلاق أحكام التكفير ومن تعميم أحكام الجاهلية ومن لي أعناق الآيات والأحاديث ومن السرية والعمل المبهم الغامض المفعم بالملاوعة والالتفاف على وعي المشاهدين وإخفاء الحقائق وتضارب الروايات. دكتور، هذه الكتابات من الماضي، بعضها من الماضي السحيق، يعني 60 و70 و80 سنة. بماذا يستفيد المسلم اليوم أو المشاهد أو المصري النهاردة من أن احنا نمسك الماضي ده ونقلبه من أوجهه المختلفة؟ عظيم. أولا، نحن لسنا أسرى للماضي، نحن نتطلع إلى حماية الحاضر وإلى صناعة المستقبل. هذا الهم الشاغل الذي يعني نوليه الاهتمام والذي لأجله ننافح ولأجله ندافع. هناك مجموعة من الأفكار في الماضي السحيق وقبل مرحلة الإخوان كانت عند الخوارج الأوائل من تبني فكر التكفير، ثم غابت زمنا طويلا عدة قرون. لما أن غاب فكر التكفير صنعت الحضارة وأبدع المسلمون في العلوم، لأنه القضية ما هيش أشخاص، القضية الانتقال من منهج فوضوي، مع الاعتذار عن التعبير، الانتقال من منهج فوضوي ومتخبط في الفهم، في فهم الشريعة وفي فهم الواقع وفي فهم الكون وفي فهم الحياة وفي فهم الإنسان، الانتقال منه وإغلاق أبوابه والانتقال منه إلى منهج علمي منضبط يفهم الوحي الشريف فهما صحيحا فيحقق مقاصده، يفهم الواقع فلا يصطدم به، يفهم المنهج العلمي فلا يتمرد عليه ويدمره. إذن لما أن قام المسلمون بمواجهة فكر الخوارج الأوائل أتيح للعقل المسلم أن يتشرب المنهج العلمي المنضبط فيصنع الحضارة، فنبغ المسلمون في علوم الفلك والطب والهندسة والصيدلة والتشريح وما أشبه. طيب، السؤال هنا دكتور، معذرة،
فكرة التكفير حضرتك أشرت لي يعني لما قمعت من قبل المسلمين أنفسهم في بداية نشأة الحضارة الإسلامية جاءت الحضارة تالية عليها. نعم. هل التكفير، هل يوجد في الإسلام ما يسمى بالتكفير، أو أي شخص أو جهة مخولة بأن تصدر حكما بتكفير أشخاص أو أعيان أو ممارسات؟ الشرع الشريف جاء في المقام الأول للهداية، لا للتكفير. الشرع متشوف للهداية، يعني لم يشغل عقول المسلمين بأنه إمتى يبقى الإنسان كافر أو ما يبقاش كافر، حتى يصنع الإمام الغزالي كتابا يسميه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة، فيقول فيه: لو أن جملة جاءت من رجل تحتمل الكفر بتسعين وجها وتحتمل الإيمان بوجه واحد نحملها على الإيمان. الجملة إذا صدرت من الشخص تحتمل الكفر من 100 وجه وتحتمل الإيمان من وجه تحمل على الإيمان. النسق ده من التفكير يبين لنا أن أهل العلم عندما صفت عقولهم وفكر بمنهجية صحيحة أدرك أن الشرع متشوف للهداية، حريص على تقريب معاني الهداية وحمل كلام الناس حتى لو جنح أن يحمل على أليق المحامل التي تقربه من معنى الهداية. ولذلك كم كثرت عبارات أئمة الإسلام في التحذير من التكفير، حتى ألف السيد محمد علوي الملك كتاب التحذير من المجازفة في التكفير، وألفت في هذا كتب كثيرة، إنه يا أيها المسلمون اوعى تحتل عقلك في يوم من الأيام نظرية التكفير والتشوف إليه والحرص عليه والتفتيش عن الناس وإقامة أحكام الكفر والانشغال والشغف بتنزيل أحكام الكفر على الخلائق والتفتيش على الوجوه التي يكفر بها الناس، يبقى ده فكر خوارج على طول. هذا فكر الخوارج مباشرة. العقل المسلم بحق منصرف عن فكرة التكفير، نافر منها، يبحث عن المخارج والمحامل العلمية اللائقة التي تجعل الكلام وإن كان ظاهره مهما لكن يبحث فيه عن وجه ومحمل يجعله قريب من الهداية. حضرتك بتقول العقل المسلم. نعم. وأفهم من طريقة الكلام هو أن حضرتك بترى أنك أو المدرسة التي تنتمي إليها أنك شخصيا أو المدرسة التي تنتمي إليها تمثل أو تستوعب ما يسمى بالعقل المسلم وأدواته في فهم الشريعة. نعم. العقل الآخر. نعم. كيف تجلى أو كيف فهم الإسلام على هيئة موجات بامتداد عمر الأمة الإسلامية؟ إذا كان العقل المسلم حضرتك بتضرب مثاله الأول بالإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري. الخامس. نعم. الخامس الهجري. خواتيم الخامس وأول السادس، مات سنة 505 هجري، أول القرن السادس. جميل. ولذلك عد المجدد على رأس المئة السادسة. جميل. يعني إحنا مع القرن الخامس وبداية السادس لما في فقيه مسلم بقامة ضخمة جدا 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 بدأ يتكلم عن مسألة التكفير وصفت المعاني واتضحت المعالم، فبيتكلم بيقول يا جماعة والله لو جينا إزاء مسألة التكفير هنفكر بالطريقة الفلانية أو نحمل الأمور على الإيمان بأكثر ما نحملها على الكفر. كيف تجلى العقل الآخر أو العقل يعني مش احنا كنا بنعبر ونقول هناك منهج مستقيم وهناك منهج سقيم، يعني حتى طيب هفترض ان العقل المسلم هو العقل المهيمن او له الغلبة بامتداد عمر هذه الأمة الإسلامية. العقل السقيم متى ظهر في الأمة الإسلامية او متى يظهر، وهل يوجد قانون حاكم لظهور هذه الفكرة؟ يظهر هذا العقل ويبرز ويتمدد ويمثل باب من الخطر ونيران قابلة للاشتعال كلما غاب المنهج العلمي. أنا أكرر أن المنهج العلمي كلما وجد في العقل حقق عدد من السمات والظواهر تتجلى في خطاب الإنسان وفي كلامه وفي نسق معيشته وفي طريقة التفكير. المنهج العلمي الذي معناه أدوات العلوم، مناهج العلوم، فهم الوحي الشريف، إدراك الواقع والإلمام به، يؤدي إلى الوضوح، يؤدي إلى الأمان، يؤدي إلى الإبداع وتوليد العلوم، يؤدي إلى الإنسانية، يؤدي إلى شيوع مدارس العلم، يؤدي إلى جمع شمل الناس وليس النزاع والقتال، يؤدي إلى الوضوح فلا يؤدي إلى الضبابية ولا إلى اللبس. ولا المنهج العلمي حيث وجد تهدأ به النفس فلا تتسلط على الآخر، فلا تكفر ولا تعتدي ولا تحمل السلاح ولا تقتل، بل تعذر وتشفق وترحم وتكرم وتود،
يبقى إذن الفرق كبير بين طريقة التفكير العلمي التي صنعت تاريخ للمسلمين في العالم يشيد به الدارس الحضارة في مختلف المدارس العلمية الكبرى والجامعات الكبرى، وبين شزاز من الآفاق وطوائف مختلة الفكر تبرز كل حين وآخر، وحينما يحتدم الأمر وتأتي وقفة جادة يوضع فيها هذا الفكر المنحرف والسقيم أمام البيان العلمي الجارف، فإنه ينهزم ويضطرب ويتبين عدم الفهم وينكسر ويزول، زي ما أشرنا في حلقة إلى مناظرة ابن عباس للخوارج. أول ما بدأ يناظر وحاكمهم في ثلاث مسائل تبين أنه ما فيش فهم، ما فيش منهج، وتبين أنه من جنس ما يستدلون به من القرآن قرأ آية وأهمل آية. يعني النهاردة، وهذه الفكرة التي مثلها أول من مثلها في تاريخ الإسلام الخوارج. نعم. الخوارج المتأخرين بقى بتوع هذا القرن. أيوة. هل حضرتك رصدت أو يوجد لدينا رصد وجه عام لحالات تابت أو تراجعت وأنكرت هذا الفكر وأدركت مدى عدم اتساق ومدى إجرامه؟ طيب، فكرة خروج الناس من هذا الفكر أنا رصدت فيها تيارين، والخطوط بينهم باهتة جدا. في نمط من الناس بدأ يقول أنا خلاص عملت مجموعة مراجعات وتبت من هذا الفكر وخرجت منه، وعد عليه سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ولم يظهر منه أي شيء، ثم فجأة ثارت الأحداث وعصفت العواصف فإذا به أشد مما كان تكفيرا. في نمط آخر فعلا حقق على أرض الواقع نمط من التراجع والتخلي الصادق عن الفكرة. يبقى النمط الأول كان تراجعه عن الفكرة مجرد تراجع للمراوغة، تراجع تكتيكي لو صح التعبير، تراجع شكلي. بل الأخطر من ذلك والذي ألفت النظر إليه بكل قوة، خواتيم السبعينات وأوائل الثمانينات كانت من أكبر مراحل اصطدامنا كمصريين بهذا الفكر، وعانينا منه الويلات، وظهرت أشد أمواج حملا للسلاح وتطرفا. في تلك الفترة بدأ عقل عدد من منظري تلك التيارات يدرك أن الكفة ليست في صالحهم، فقالوا إحنا نعلن التوبة والمراجعة وندفع بأولادنا لدخول الأزهر الشريف حتى يخرج أولادنا بعد 10-15 سنة يرتدون الزي الأزهري ويحملون عمامة الأزهر، وأنا في البيت بعلمه نفس المنطلقات الإخوانية والسلفية. هذا عمل ماكر وفيه شيء من الخيانة، وقد ورد في الحديث الشريف يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة. وده اللي يفسر ليك، أنا أعرف نماذج يعني تتبعتها بعمق ودرست. أحدهم عنده من الأولاد 18 ابن أدخلهم جميعا للتعلم في الأزهر، للتعلم في الأزهر، وبيقول لهم عقائد الأزهر ضالة. طب إذا كانت عقائد الأزهر ضالة في نظرك، أمال ليه أنت حريص قوي أنه كل أولادك يدخلوا الأزهر؟ فيقول لهم ذاكروا كتب العقائد بتاعت الأزهر، واكتب في الامتحان اللي موجود في الكتب عشان تنجح، وسيبك من كل هذا الكلام لأنه ضلال، وأنا هشرح لك العقائد عندي في البيت. وبالتالي يخرج الولد اختراق من الداخل، اختراق من الداخل ب18 ما شاء الله. يعني ده وخلي بال حضرتك الخطر فين؟ الخطر أنه التفاف ماكر على الوعي المصري وإعادة توليد الفكرة الإخوانية والسلفية مصدرة بهيئة أزهرية شكلية من الخارج، لمعرفة العميقة بأن الشعب المصري يطمئن إلى الأزهر ويثق فيه. فده نمط من المراجعة الشكلية المحملة بقدر أكبر من المكر والدهاء والخبث والخيانة، لنطعن في الظهر، لأنه استغلال لاسم المؤسسة اللي هو أصلا مش مقتنع بعقائدها. النوع الآخر من المراجعات، إن في نماذج وليست بالكثيرة معدودة أثبت الوقت والزمن أنه بالفعل بدأ ينظر إلى هذا النمط الذي كان يعيش به من التفكير أنه نمط مرفوض وأنه غلط، وظهر عبر التاريخ الماضي خلال 20-30 سنة الماضية أنه صار من أشد المواجهين لهذا التفكير، وبمرارة وبحرقة وبألم. وفي سائر مقالاته وكتاباته ولقاءاته في التلفزيون نذر نفسه لتحذير العقول من نمط تورط فيه فترة ورأى مرارته ثم بدأ يحذر الناس منه. طيب، بعد الفاصل نعود إلى اللوعة والالتفاف. حضرتك استخدمت لفظة لوعة في أول الفقرة، والالتفاف
ونموذج من الملتفين والملاوعين أو نموذج للالتفاف؟ نموذج صارخ أذكره لسيادتك بعد الفاصل. نموذج صارخ إذن بعد الفاصل من الخداع والالتفاف والملاوعة التي دأبت عليها هذه التيارات، الخيانة كمبدأ وأسلوب حياة. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم، وما زلنا مع الحق المبين وواقعة أو وقائع من اللوع والالتفاف التي دأبت عليها تيارات الإسلام السياسي. دكتور قل لي ما الذي بالجعبة بقى؟ في الجعبة كثير والله. شوف، جاء إلى مصر شخص فلسطيني الأصل اسمه صالح سرية، وصالح كان محملا وطبعه ومزاجه وطريقة تفكيره وتركيبة مشاعره ميال إلى الحركية والعنف وكان مقتنعا جدا جدا بفكر التكفير، وعمل كتاب اسمه رسالة الإيمان، عرضنا مقاطع منه، يكفر فيه البرلمانات ويكفر فيه القوانين ويكفر فيه الشعب المصري ويكفر فيه الأزهر ويكفر فيه رئاسة الدولة ويكفر فيه الجيش المصري، يعني كم من التكفير بصورة يعني كفر الحي العالم كل شيء. صالح سرية لما جه مصر بدأ يتعرف إلى الحجة زينب الغزالي، وزينب الغزالي دي تستحق حلقة بل اثنين بل ثلاثة لدورها المحوري في الإخوان وفي الحركية وفي التنظيم وفي العمل المسلح. بدأت زينب الغزالي تقول لصالح سرية استنى، ده في مجموعة من الأولاد الشباب المسلحين في اسكندرية وفي عدة محافظات، أنا عايزة يبقوا تحت إيدك لأنه هم عندهم نفس التوجه كده. فكان منهم واحد اسمه طلال الأنصاري وواحد اسمه كارم الأناضولي وعدد من الشباب. صالح سرية على يد زينب الغزالي تعرف إلى المرشد حسن الهضيبي وزاره في بيته في المنيل وأعطاه البيعة بأن يكون إخوانيا، وبدأ يقدم أطروحة للمرشد إنه دي فرصة بتكوين تنظيم مسلح جديد يكون هو الذراع المسلح للإخوان، وبدأت من هنا تنسج بدايات عمل مسلح عنيف عانينا منه وشهدته الديار المصرية، وهو التنظيم الذي لقب بتنظيم الفنية العسكرية. وقعت أحداثه في شهر أبريل 1974، وبدأ التخطيط له، والكلام ده بدأ من 72 وكامل 73 كل بيجري فيه كل هذه الترتيبات واللقاءات والتفكير وما أشبه. سنة 74 حصلت هذه الكارثة وهذه الواقعة. بدأ التفكير عندهم انه يوزعوا نفسهم، طبعا توزيع معينة، شباب يعني يمتهن العمل المسلح ويتدرب على حمل السلاح، وشباب جامعي انه يروحوا يهجموا على الكلية الفنية العسكرية ويسرقوا منها السلاح والدبابات والسيطرة على السلطة والرئيس السادات وكلام من هذا القبيل. الاتفاق الذي جرى ما بين المرشد حسن الهضيبي وبين صالح سرية، ده نموذج اللوعة على حركة السوق دلوقتي اللي احنا بنرصده دلوقتي، الالتفاف والمراوغة هذا اللقاء كان بيتكلم فيه الهضيبي وصالح سرية عن انه ماشي يمشي الكلام ده كله، ولهم بيعة مع الاخوان، دول فصيل اخواني بلا شك، لكن الاتفاق اللي تم على انه اذا نجحت هذه المحاولة يبقى يظهر الاخوان بوضوح ويقولوا ساعتها انه ده كله ترتيب اخواني من وراء الستار، اذا فشل هذا يبقى ليس للاخوان اي ذكر، وتم الاتفاق على هذا. وكتب طلال الأنصاري مذكراته، وبعض الإخوان بيشكك في هذه الرواية والبعض بيتشكك في مذكرات طلال، وجدل عنيف يمثل ظاهرة سأشير إليها لأنه هي الغرض من هذا الكلام ومن هذا الموسم ومن دراسة المذكرات، أن الإخوان يحرصون حرصا تاما على إحاطة تاريخهم والمحطات كثيرة في تاريخهم على إحاطتها بنمط من الإبهام والغموض وتضارب الرواية وعدم إمكان إمساك حقيقة واضحة ما بين الأيدي، وتتضارب الرواية بين قيادات الإخوان وبين قيادات التنظيم الخاص بتصوير الواقعة الواحدة كما سنراه تفصيلا في كل المذكرات التي سندرسها في الفترة القادمة. وقفة ضرورية هنا، حضرتك بتشير إلى أن هذا النموذج الشاذ إنسانيا والشاذ دينيا والشاذ وطنيا ترك مساحة لكل حد أنه يفهم الأمور من وجهة نظره، أن في بيئة من عدم الوضوح، ولا حضرتك بتشير إلى توجيه
بإحاطة تاريخ الإخوان المسلمين بأكبر قدر ممكن من الضباب، وأن الروايات المتضاربة إزاء كل شيء هي جزء من خطة منهجية عمل عليها الإخوان المسلمين. أنا بتكلم عن ظاهرة بدأت تتضح قدامي في شخص حسن الهضيبي لتكوينه، وفي دراسة مذكرات الإخوان بصورة عامة يتضح أنه في كم كثيف من اللبس والتضارب والغموض والإخفاء الحقائق وعدم كتابة كل شيء، والتشكيك المتبادل في كل شيء، والاتهام المتبادل في كل شيء. شخصية حسن الهضيبي القانونية القضائية الإخوانية جعلت هذا الرجل شديد الحذر في تعبيراته وفي تصريحاته وفي موافقاته وفي تعبيره عن الأمور. وأظن سيادتك درست حسن الهضيبي، يعني دراسة هو حسن الهضيبي لو كان لي أن أنا أقول رأيي يعني أو من مجمل ملاحظته، هو كان يفكر كقاضي. تفكيره كقاضي، هو قاضي بالأساس وجاء إلى الإخوان المسلمين من خارج الدوائر الطبيعية المحيطة بحسن البنا في صيغة مبهمة ما حدش فهمها لحد النهاردة. كان يفكر وهو يتحدث مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم حتى النموذج اللي حضرتك ضربته كطلال الأنصاري والمجموعة بتاعته، كان دايما يقول كلام مبهم يفهم منه الجملة وعكسها أو الشيء وعكسه، وكأنه يفكر في لحظة سيحقق معه فيها أو سيمثل فيها أمام قاضي مثله، فيجيد التفلت من أي عبارة واضحة وملزمة بالضبط. فلما حد يقول له حاجة، حتى دي من الجمل اللي استخدمها لما عرض عليه أمر الفنية العسكرية، فقال والله يعني أنا ما أقدرش أمنع شيء فيه صلاح المسلمين أو خير المسلمين، ربنا يجيب اللي فيه الخير. اللي هو لما يجي تسأله قدام قاضي يقول والله انا كنت بقول ربنا يجيب اللي فيه الخير عموما ومطلقا. سيادتك كنت بتصنع فيلم السندي، اطلعت على السندي وسيد قطب والفنية العسكرية، واطلعت على ملفات التحقيق اللي فيها نصوص كلامهم في نصوص كلام طبعا حسن الهضيبي في تحقيقات تنظيم 65 ومذكرات الاطراف المختلفه فيما يخص تنظيم الفنية العسكرية، وقبلها السندي في شهادات جميع الاطراف. هو نفس النمط المريب غير الواضح والافاده اللي تحتمل ان كل حد يفهم منها شيء مختلف. طيب انا عشان اكمل القصه وابني على هذا الـ احنا بندخل من مداخل مختلفه وبنلتقي في الاخر عند نفس النتيجه، وده يعني يؤلمني والله انه يعني يظهر هذا الكم من العوار الشاهد. حسن الهضيبي بدا يقول ايوه امشوا في هذا الطريق بهذه الطريقه المحتمله والملتويه، اللي هو كانه يفكر انه في يوم من الايام لو نجح هؤلاء يبقى احنا عملنا شيء ونقول ده شغل الاخوان، لو ما نجحوش يبقى احنا في مامن. فشلت عمليه الفنيه العسكريه من لطف الله تعالى بمصر، بعد ان قتل عدد من ابناء قوتنا المسلحه في الفنيه العسكريه، وبعد ان اريقت دماء طاهره وقدم كل هؤلاء للمحاكمه وصدرت احكام اعدام وادانه قضائيه واضحه وهكذا. فين اللي انا عايز ارصده من هذا الكلام؟ اللي انا عايز ارصده انه بدا العقل الاخواني يبقى من مكوناته الكبرى في التفكير ازاي ما تكونش واضح، ازاي تعرف تخبي، ازاي تضمر خلاف ما تظهر. ولذلك ادي على الشاشه مع الساده المشاهدين، اسمح لي ان احنا نعرض بعض الوثائق وصولا الى نموذج معاصر لواحد من رموز الاخوان يقيم في الولايات المتحده الامريكيه بيعبر في كتابه تعبير واضح بهذه القضيه، وبعد كده حصل حاجه معينه فحذف هذا الكلام. انا هاشرح ده كله بالتفصيل من خلال الوثائق اهو. ادي مذكره وغلاف مذكرات طلال الانصاري قدام الساده المشاهدين. الصفحة اللي بعدها كتاب المنهج الحركي في السيرة النبوية للأستاذ منير الغضبان، بيقول فيه في الفقرات اللي في الآخر تحت: أما فكرة المنهج الحركي للسيرة فقد انبثقت في الفكر انبثاقا يختلف عن الأصل الذي كنت أفكر فيه، ولا أزال أذكر في بداية الستينات عندما طالع علينا الشيخ سيد قطب بكتابه معالم في الطريق وكان نقطة تحول حساسة في الفكر الحركي، يبقى بدأت تتبلور وتتحول إلى شيء مقنن، إلى قانون، إنه في حاجة اسمها الحركية، والحركية دي تعتمد في المقام الأول على السرية، يبقى لازم السرية تكون موجودة. إزاي أضمر وأبني على السرية ولا أبرز من التصريحات إلا أقل القليل الذي لا يفتش هذه السرية؟ امشي كده مع هذا الكتاب صفحة 10، بيقول لك أهو: والتجارب الكثيرة التي خاضتها الحركات الإسلامية على مدار التاريخ تؤكد هذا المعنى، فما من حركة إسلامية قامت وأقامت منهج الله في الأرض إلا اعتمدت التنظيم السري في بداية الأمر. يبقى مازال غارق، ده مش بس بيقول أنا اخترت كده، ده كمان عمال يقول إنه ده كل الحركات الإسلامية كده، بل يفهم السيرة النبوية على إنه مرحلة الدعوة السرية في أول الدعوة الإسلامية إنها كانت كأنها تنظيم سري.
فيعتدي على مقام النبوة الأمجد بأن يخلع عليه طريقة تفكيره وفهمه القاصر، ويتناول التصرف النبوي المعصوم ويفهمه كما لو كان تنظيم. الكلام ده زي ما قريناه في صفحة 10. شوف سيادتك في صفحة 15 بيقول: أما المراحل التي نتصورها لهذا المنهج فيمكن أن تحدد في 5 مراحل، ونطلق عليها اصطلاحا التسميات التالية ولا مشاحة في الاصطلاح: المرحلة الأولى سرية الدعوة وسرية التنظيم، المرحلة الثانية جهرية الدعوة وسرية التنظيم، المرحلة الثالثة إقامة الدولة. أنا عايز أقول إيه من وراء هذا الكلام؟ إنه الطريقة التي جرت بين حسن الهضيبي وبين صالح سرية وبين طلال الأنصاري، وتضارب الروايات وإنكار بعضهم لهذا وخروج مذكرات تتضارب، كل هذا جزء من طريقة التفكير. العقل بيفكر كده، وبدأ هذا العقل الإخواني يقنن لهذا فيما يسميه التنظيم السري ويفهم السيرة النبوية عليه. النموذج الخطير في هذا أن الدكتور صلاح الصاوي وهو رجل إخواني سلفي في نفس الوقت، وأنشأ الجامعة الأمريكية المفتوحة كما يسميها، وأنشأ عددا من الجامعات في أمريكا الشمالية، القارة أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية وفي عدة أماكن في العالم الغربي، وهذا الرجل له دور شديد الخطورة في التأصيل والتأسيس لجامعات تعلم فكر التكفير وفكر الإخوان، ويمزج فيه بين فكر ابن تيمية وبين فكر سيد قطب حسن البنا. هو نشاط حسن البنا لما كان بيجوب القرى والنجوع على الكفور. نعم. هو ماسك على مستوى قارتين. نعم، وحنتوقف عنده برضه في حلقة أخرى. أدي كتابه وأدي غلاف الكتابة هو. وأنا عايز السادة المشاهدين يخلوا بالهم معنا قوي في هذا المكر القادم. الكتابة هو اسمه الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، تأليف الدكتور صلاح الصاوي. تخيل بيقول إيه في الكتاب في صفحة 265، بيقول: ومن هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ والدقة المتناهية فيما يصدر عن الإسلاميين في هذه المجالس النيابية، يعني من تصريحات ومقولات تمس إحدى هذه الفصائل. يا كل إخواني دخل المجالس النيابية، خلي بالك تبقى حساس قوي في أي عبارة تتعلق بتنظيم أو فصيل إسلامي آخر. ثم يقول: هذا، شوف الخطر الشديد، الخطر الذي يدل على انعدام المعيار الأخلاقي بكل أسف، بيقول: هذا ولا يبعد القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخر. توزيع أدوار. توزيع الأدوار، يعني ما فيش مانع أنه فصائل إسلامية تعمل عمل جهادي مسلح اللي هو إرهابي، إرهابي، وفي نفس الوقت فصائل إسلامية تانية تقول: إزاي ده إرهاب، ما ينفعش الكلام ده، غلط، وتنكره وتبالغ في الإنكار عليه. إلى هذه الدرجة يبلغ العدوان على منظومة القيم وعلى مفهوم الصدق وعلى مفهوم الوضوح وعلى مفهوم الأمانة وعلى حقائق الدين وعلى الإغراق في السرية والغموض والإبهام. جملة زي دي يا دكتور هل تفسر بأثر رجعي الاستنكارات التي أصدرها مثلا مكتب الإرشاد في سنوات وعلى مدار عقود لأعمال إرهابية جرت خاصة في التسعينات والثمانينات، تفسر ان هو يعني كان مجرد العمليه يعني توزيع ادوار وتنسيق انا عايز اعلق على النقطه دي، بس عايز اكمل حاجه هنا. اتفضل. لو تسمح لي. ارجوك. الكلام ده في كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيره العمل الاسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي في صفحه 265، واحنا عرضنا الصفحه اهو، وبعدها نموذج لصفحه تانية حاطين خط تحت العبارات اللي احنا بنقول عليها بخط احمر اهو من طبعه تانية من الكتاب. فنفاجئ بانه اصدر طبعه اخرى من الكتاب اهي برضه فقه السياسة الدعوية، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، وحاطط عليها اللوجو والشعار بتاع الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية اللي هو مؤسسها، تأليف صالح الصاوي. والصفحة اللي بعدها اللي فيها بيانات الكتاب إنه الكتاب الطبعة الثانية سنة 1435-2014. فتفاجأ لما تروح لنفس الصفحة إنه بدأ يقول نفس العبارات أهو: ومن هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ والدقة المتناهية فيما يصدر عن الإسلاميين في هذه المجالس من تصريحات ومقولات تمس الآخرين. والجملة اللي بيقول بعدها إنه فصيل يعمل عمل جهادي وفصيل آخر ينكره، راح حذفها. حذفها. حذفها من الكتاب. ولذلك أنا جايب صفحة فيها الاتنين، مركب الصفحتين مع بعض. آدي يا جماعة الطبعة الأولى صفحة 265 اللي بيقول فيها: هذا ولا يبعد القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخرون.
والصفحة اللي في المقابلة الطبعة الجديدة، ادي اول الفقرتين، ومن هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ، وعلى اليسار من هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ. امشي شوية تحت ايه حذف هذه العبارة، المحذوف له دلالته البالغة انه رجع في هذا، او البعض يعني قالوا انت بتفشي خطتنا السرية مثلا او نمطنا، صح. وإلا فكان ممكن بكل وضوح يقول انه يعني 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 فارق ما بين المراجعة العلمية اللي يقول إنه هذه الفكرة تبين لي أنها غير دقيقة لدليل، وبين إنه يكتشف إنه مجرد إظهارها والتعبير عنها خطر بالغ، ففي خلسة من الزمن يروح شايل العبارة دي، كأنه يظن إنه محدش هيقرأ، محدش هيقارن، محدش هيتابع. إذن نحن القضية المتعلقة بالفنية العسكرية مهما تضاربت فيها روايات الإخوان لم تعد قضية موقف تاريخي، بل صارت ما يصرح به الإخوان في كتبهم من إنه دعوة إلى الله تنظيم سري يختلف عن الدعوة الجهرية، وممكن حد يقوم بعمل مسلح وواحد تاني ينكر عليه، وإحنا الاثنين اللي قايمين بنفس الموضوع للأسف الشديد. إذن بعد الفاصل نعود، وقد يعني بدأنا الخط من أول الفنية العسكرية وصولا ل 2014، وقائع كلها يعني تختلف وتتفق في أوجهها، ولكن المستخلص الأخير منها هو فقه المراوغة، فقه اللوع، فن الالتفاف، فن الكذب. الكذب هو العنوان العريض. بعد الفاصل نلتقي ونستأنف هذه الجولة مع المراوغة. أجادوا على مدار عقود لعب دور الصقور تارة ودور الحمائم تارة أخرى، إنهم الإخوان المسلمين وباقي تيارات الإسلام السياسي، فصقورهم يجهروا بالعنف والتنكيل بالمعارضة، ويرفع شعار لا شيء يعلو فوق صوت السلاح ورنين الطلقات على الأرض، وحمائمهم ترفضه، رافعين شعار الحوار هو الحل. إلا أن الأحداث والتاريخ أثبت أنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة استسقوا من نبع واحد هو التطرف. لعبة توزيع الأدوار ابتدعها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، فبعد اغتيال تنظيمها الخاص لرئيس الوزراء الأسبق النقراشي باشا انتقاما منه على قراره بحل الجماعة، خرج البنا بعدها ليغسل يده من دماء النقراشي ويلقي بيانه الشهير إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، رغم أن البنا هو من أوحى إليهم بذلك. نفس الدور لعبه حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادث المنشية، حينما أقسم الهضيبي أنه لا يعلم عن الأمر شيئا، ليكذبه فيما بعد محمود عبد اللطيف الإخواني الذي أطلق الرصاص على عبد الناصر، معترفا بأنه أخذ الأوامر مباشرة من مسؤول التنظيم الخاص بمنطقة إمبابة حينها هنداوي دوير. مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق ومسؤول التدريبات العسكرية وقتها داخل الجماعة، اعترف هو الآخر صراحة أن هنداوي دوير أعلن عن نيته أمام قيادات التنظيم اغتيال عبد الناصر، قائلا هنداوي وعبد اللطيف كانوا متحمسين جدا ضد عبد الناصر. كانوا متحمسين ضد عبد الناصر تحمس شديد، لدرجة ان انا كان هنداوي دوير هذا كان رئيس فصيلة في امبابة، والفصيلة اهدافها معروفة، وقف في الفصيلة بقول إيه الذي يقتل عبد الناصر لن يحاكم. الهضيبي كرر نفس الدور عندما أطلعته زينب الغزالي على مضمون كتاب سيد قطب الأخطر والأكثر تطرفا على الإطلاق في ظلال القرآن، ورد عليها بقوله هو وشأنه، فاعتبرت زينب أنها موافقة على أن تعطي الأوراق للمترددين عليها من الإخوان. وبعد القبض على قطب وتنظيمه تبرأ الهضيبي منهم جميعا ووصف الأمر بالجنون. وخلال ثورة 25 من يناير
لجأ الأخوان إلى نفس لعبة توزيع الأدوار، فلم يعلنوا مشاركتهم في تظاهرات 25 يناير. وعندما تصاعدت أحداث الثورة شاركوا بكامل قوتهم وقواعدهم في يوم 28 يناير كمتصدرين للمشهد. الأمر نفسه أثناء اعتصامي رابعة والنهضة رفعوا شعار سلميتنا أقوى من الرصاص، بينما كان الاعتصام مدججا بالسلاح، وهو ما اعترف به أحمد المغير والمعروف باسم فتى خيرة الشاطر بأن اعتصام رابعة كان به سلاح كافي لصد الداخلية والجيش. وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة توزعت أدوار الإخوان بين مجموعة يقودها يوسف ندى القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان ترفع شعار السلمية وتدعو للحوار مع النظام المصري، ومجموعة أخرى كان من ضمن قادتها القيادي الإخواني محمد كمال شكلت تنظيمات مسلحة أمثال حسم والعقاب الثوري، وانضمت لتنظيم بيت المقدس في سيناء لاستهداف أفراد الجيش والشرطة وحرق الكنائس. نفس الأمر حدث بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد أن خرج الإخواني وجدي غنيم ليشمت في وفاته ويكفره ويحرم حتى الترحم عليها. وتضطر جماعة الإخوان حينها لإصدار بيان تتبرأ فيه من غنيم وتصريحاته بعد أن تسبب في أزمة كبيرة لحركة النهضة التونسية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان. هكذا مارس الإخوان وأمثالهم من طيارات الإسلام السياسي لعبة الصقور والحمائم لعقود طويلة فأجادوها وصدقها الكثيرون، إلا أن صفحات التاريخ كانت لهم دائما بالمرصاد. أهلا وسهلا بحضراتكم والحق المبين. دكتور أسامة، قولي دلوقتي حضرتك استعرضت مؤلف للدكتور صلاح الصاوي. نعم. أحد القيادات الإخوانية والمشربة بالفكر السلفي في الوقت ذاته. نعم. بيتكلم فيها عن أنه يبيح أو يحث أو أنه يستنبط من فكرة الإسلام السياسي أنه ينفع نقسم نفسنا نصين يا جماعة. نص يمارس أعمال إرهابية اللي سماها هو أعمال جهادية، والنص الثاني يدعي أنه يستنكر هذا، وإن ده كله في صالح الفكرة في نهاية المطاف. حمائم وصقور. أي. حمائم ليست هي بحمائم وصقور، مش بالضرورة صقور، هو توزيع أدوار وكل واحد واخد دوره في المسرحية متوزع عليه. صح. هل هذا يا دكتور يفسر بأثر رجعي؟ السؤال أكرره مرة أخرى. نعم. يفسر بأثر رجعي استنكارات تنظيم الإخوان المسلمين على مدار عقود، بالذات في التسعينات والثمانينات إزاء أعمال العنف اللي قامت بها بعض الفصائل الأخرى أو بعض الأجنحة الأخرى، أو لحد النهاردة حتى بعد 2014 بعض الحركات الإرهابية اللي خرجت من رحم الإخوان المسلمين زي حسم وكتائب العقاب الثوري وكتائب حلوان وما شابه. هل هذا يفسر بأثر رجعي أن الإخوان المسلمين يعني ربما كاذبون في كل ما ادعوه من استنكارات، ويبرهن على ده ربما أن دايما نسخة المنشور في موقع الإخوان المسلمين بالإنجليزية غير المنشور فيه بالعربية، أن المنشور في الإنجليزية ليبرالي جدا ولطيف ويخاطب الغرب ولا يتصادم معاه ومع الداعمين الخارجين، وما ينشر بالعربية داعشي قح في بعض الحالات؟ يعني هو شوف أخطر ما يعني أخطر ما أصاب هذه العقول هو هذه الظاهرة، أنه ليس أميناً مع التاريخ، ليس صادقاً فيما يقول، لا يقر بما له وبما عليه، لا ينصف من نفسه، لا يعترف بالحق، أنه حريص عن إرادة وعن وعي وعن تخطيط على أن يجعل روايات التاريخ محتملة ومؤولة، وليس هناك موقف واحد تستطيع الإمساك به بوضوح من مواقفهم. لما قتل النقراشي باشا وخرج حسن البنا يقول ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، الذي يتمسك به الإخوان في أنه هذا هو الموقف الواضح للإخوان في رفض العنف، محمود الصباغ في مذكراته يقول كانت هذه مراوغة من حسن البنا، أحد قيادات الإخوان المبكرين، أحد القيادات وعضو التنظيم الخاص، وكان يعني متورط في الدماء. يعني يأتي بكلام عجيب في أنه الذي فهموه والذي جلسوا فيه مع حسن البنا أنه ده ليس موقفا صادقا في الحقيقة، كأنه موقف للترويج الإعلامي ولتهدئة الأمور، الامتصاص السياسي. إذن كل شيء عندهم حمال أوجه،
كل شيء عندهم. وأخطر ما يمكن أن تبتلى به فئة من الفئات أو أمة من الأمم أن تزور التاريخ وأن تحرفه. هذا يفقد الثقة في كل شيء يقولونه، لأنه يعني الأساس في الدين الصدق. لقب المصطفى عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، لأنه الجزر الذي ينبني عليه الإسلام هو الصدق فيما لي وفيما علي. بل الأكبر من ذلك أن الصدق لا يظهر في الحقيقة إلا فيما هو علي، الإقرار بأن هذا صدر مني ولست مصيبا فيه، أو هذا ليس من حقي ولا أستحق أن أخذه. هذا هو هذا أكبر مكان يظهر فيه الصدق على الحقيقة. إذا ضرب المشروع الإخواني في حيثية الصدق وصار يتلاعب بالتاريخ وفق الأهواء ويكذب ويشكك ويراوغ ويظهر بعض الأشياء ويخفي أشياء، والخفي منها أخطر بكثير من المعلن، فهذا يعني أكبر انهيار أخلاقي يمكن أن تشهده جماعة من الجماعات. طيب دكتور، حضرتك دلوقتي افتتحت الحلقة بأنك أشرت متفضلا إلى الموضوعات التي ستطرقها ونناقشها. هذا ليس متعارفا عليه في البرامج التلفزيونيه عموما، ان حد يقول انا اقدم كذا وكذا وكذا، سواء للخصوم لو هو بيقدم فكره لها خصوم بانه يتيح لهم فرصه للاستعداد، او للمنافسين. أيوه. يعني ان هو في ناس هتتكلم في المواضيع دي او تخطفها. أيوه. ولكن انا اريد ان امعن في فهم هذه الرساله التي ترسلها، بانك بتقول والله يا جماعه احنا رايحين في 1 2 3 والفهرس اهو. عايز اقول ايه من ورا ده؟ عايز اقول انه نحن نخوض الحرب بكل شجاعة وبكل وضوح وبكل إقدام، ونفتح الباب على مصراعيه لكل من ينتمي إلى هذا الفكر، ونقول له بوضوح نعم أنا سأهاجم في هذه الأمور، وهذه المذكرات تحت أيدينا ولا يفلح فيها الإخفاء. يا صديق العزيز، مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي فيها إدانات فادحة لهذه التيار، أخطاء فادحة لا تدري كيف تورط وصرح بها، فلما بدأ يظهر أنها فيها إشكالات كبيرة سحبت من الأسواق، أو انتظروا عندنا فالطبع ثم لم تعد تطبع مرة أخرى. الدكتور صلاح الصابي قال كلمة خطيرة جدا ثم بعد ذلك في الطبعة الأخرى حذفها. كم تكرر هذا من روايات إخوانية للتاريخ؟ فأنا أردت أن أقول بوضوح هذه خريطة البرنامج. المرحلة القادمة قراءة نقدية لمذكرات قادة التنظيم الخاص وقادة الإخوان قديما وحديثا، لإظهار فكرة التكفير وفكرة الجاهلية وفكرة الولاء والبراء وفكرة الفرقة الناجية وفكرة حتمية الصدام، ولإظهار التلاعب بالتاريخ، ولإظهار انعدام المبدأ في التعامل مع الأفكار والأشخاص. يا جماعة أنا سأهاجم في هذه النقاط، ومن كان يملك ردا فليتفضل. فليتفضل بصورة استباقية كمان، مش من أنا أنذره من الآن بصورة استباقية فليتفضل. لكن هذا العبث بالمنهج وهذا العبث بالتاريخ وهذا العبث بمنهجية التفكير شديدة الخطورة، ولا بد من التحذير منها، ولا بد من إظهار هذا التلاعب للجميع. طيب دكتور، السؤال الأخير، دي نقاط يعني ربما يجدر مناقشتها من قبل المهتمين بالتاريخ وأمور السياسة فيما يصنف كلاسيكيا، ان حضرتك يعني كاستاذ ازهري ورجل معمم ستناقش المسائل الفقهيه، هل افهم انا شخصيا، ربما افهم ان العوار في الكتابه وفي التاريخ والتخبط كان افدح من ان يتجاهله اي شخص؟ صح، صح تماما. ونحن نقف في منطقه متوسطه بين التاريخ وبين الفكر وبين الشرع. نحن ناخذ من التاريخ ما يبين اضطراب منهج التفكير في عدوانه على الشرع الشريف. هذا ملخص البرنامج. دكتور أسامة، نعد أنفسنا بهذه الخطة المسبقة للهجوم وللتعامل مع الإسلام السياسي وأفكاره المفصلية وأشخاصه وكتبه ومذكراته. إذن نعد أنفسنا ونعدكم بهذه الخطة إن شاء الله، ونلقاكم في حلقات قادمة من الحق المبين.